في جميع الكفار الأولين والمتأخرين إلى أن تقوم الساعة. تقليد الأعمى، المقصود التقليد الأعمى هو التقليد من غير حجة ولا برهان. نعم. أول قاعدة الكبرى من جميع الكفار أولهما شركا. نعم. كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال تعالى: يعني أصروا على اقتداء بآبائهم، فإنا على تأكيد بعد تأكيد، وإنا على آثارهم مقتدون، يعني لا تحاول أيها الرسول إننا نترك ما عليه آباءنا ونقتدي بك، لا تحاول هذا. نعم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نعم. في آية يقول: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، وفي آية يقول جل وعلا: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وفي هذه الآية يقول تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني أتقلدونهم وهم على هذه الصفات القبيحة؟ هذا لا يليق بعاقل يريد الخير لنفسه. نعم. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواسطة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أتاهم بهذه الآية، أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: قل إنما أعظكم بواحدة، خصلة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني فكروا سواء أفراد كل واحد منفرد أو جماعات اجتمعوا وفكروا بواحد، وهي أن تفكروا في أمركم، ولا تحملكم العنجهية عن التفكير، فالذي لا يفكر يهلك، وما يفكر في العواقب ويفكر في الطريق الذي هو يسير عليه هل هو حق ولا باطل، وإنما يعمى تأخذه العنجهية تعصب، هذا هو الذي يهلك. أما الذي يفكر فهذا كثيرا ما يوفق. أن تتفكروا، قوموا لله مثنى وفرادى، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مجنونا، بل هو عليه الصلاة والسلام أعقل البشر، أعقل البشر، ما فيه من البشر من يقارب عقله عقل الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصحه وبيانه ما فيه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بصاحبكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من جنة حتى تقولون هذا ما عنده خبر، هذا مجنون، نفى الله عنه ذلك. وإذا كان ما عنده جنون هذه شهادة له بأنه هو العاقل، والعاقل ما يأتي بشيء لا أصل له. ما بصاحبكم من جنة، إن هو إن بمعنى ما، إن هو أي ما هو إلا نذير لكم، نذير لكم من الشرك ومن النار ومن الكفر، فلا يليق بكم أن تخالفوا هذا النذير الذي ينذركم عن الهلاك. واحد جاءك يقول لك احذر، ترى أمامك عدو أو أمامك قطاع طريق أو أمامك خطر داهم، احذر أنك تأخذ هذا الطريق، هل يعتبر ناصح لك ولا غاش لك؟ هذا ناصح لك، نذير، والنذير لا يكون إلا عن شيء مخوف، خلاف البشير فإنه يكون بشيء ساق، فهو صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، نذير لكم بين يدي عذاب شديد،
إن لم تجيبوه فإنه سيحل بكم عقوبة هائلة. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن الذي يقتدى به يجد أنه يفكر فيما هو عليه، يفكر في هذا القدوة، هل هو على حق ولا على باطل. فإن كان على حق قبلناه واقتدينا به، وإن كان على باطل رفضناه. فأنتم تتبعون آباءكم وترفضون هذا ما جاء به هذا الرجل من غير تفكير، وهذا لا يليق بعاقل. فكروا. ثم تتفكروا. فأنتم سلكتم مع آبائكم مسلك غير المفكر وغير المتدبر، ورفضتم قول هذا الرجل من غير تفكير ومن غير نظر فيما جاء به، هذا لا يليق بعاقل. فدل على أن المتبوع والمقتدى به والمقلد لا بد أن ينظر فيما هو عليه، هل هو على حق فيقبل ما جاء به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، أو هو على باطل فيرفض ولو كان أقرب الناس إليه. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام تبرأ من أبيه أقرب الناس إليه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لا يحملك العصبية والقرابة على أن تضحي بنفسك، تضحي بدينك، لما يجوز. بل يجب عليك أن تنقذ نفسك أولا، ثم تدعو أقاربك شفقة عليهم من العذاب. أما أنك تستمر في طريق الباطل عنادا ومكابرة وأن تعرف أنهم على باطل وأن هذا الذي خالفته على حق، هذا طريق الهلاك، وهذا هو سبيل الضالين الآن. والله إنهم يعرفون أنهم على باطل رغم ما يقول بعض الجهال، هذولا جهال وذولا ما يدرون. كيف ما يدرون؟ ما لهم عقول، ما يقرؤون القرآن، ما يسمعون القرآن، ما يسمعون الأحاديث، يدرون لكن استمرأوا ما هم عليه والعياذ بالله وعاندوا. نعم. وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا فيه أن الله أمر باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك مع ما عداه، ترك ما عداه الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أحد، من عالم أو جاهل أو أب أو أم أو أخ، رفض ما عليه الناس ولو كانوا أقرب إليك من غيرهم إذا كانوا يتعارضون مع ما أنزل إليك من الله سبحانه وتعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا رد على أهل الجاهلين ورد على المشركين إلى أن تقوم الساعة، أن الواجب اتباع ما جاء به الرسول في كل زمان ومكان، ورفض ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. فهذا رد على قولهم إنا وجدنا آباءنا كذا وكذا وإنا متمسكون بما هم عليه، هذا رد. حتى الرجل الفاضل والعالم إذا خالف قوله قول الرسول إنه يترك قوله إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان من أفضل الناس. هذا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أفضل الأمة، ولكن لما كان يقولان بعدم جواز فسخ الحج إلى العمرة والتمتع بالعمرة إلى الحج، ويرون إنه لا يؤتى بعمرة وحج في آن واحد، ما
بل تكون العمرة في سفر والحج في سفر علشان يكون زوار البيت على استمرار. هذه وجهة نظرهما رضي الله تعالى عنه. لكن لما كان رأيهما هذا مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة والتمتع، قال عبد الله بن عباس وهو يرى التمسك بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من فسخ الحج إلى العمرة والتمتع، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كانت الحجارة من السماء تنزل على من أخذ بقول أفضل البشر بعد النبيين، أبو بكر وعمر أفضل البشر بعد النبيين، لكن لما كان قولهما اجتهادا منهما رضي الله عنهما وهو مخالف لنص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يرفض النص ويأخذ بالاجتهاد ولو كان من أفضل الناس يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف بمن يقلد من لا هو في قبيل ولا دليل ولا في العير ولا في النفي؟ قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقول غيره وإن كان هذا الغير من أفضل الناس فإنه مهدد أن تصيبه فتنة وهي الشرك أو الزيغ في قلبه، لأن الإنسان إذا عرف الحق ولم يقبله يبتلى بالزيغ والعياذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. من تبين له الحق وجب عليه المبادرة بأخذه ولا يستمر على مخالفته، وإلا فإنه مهدد بالزيغ في قلبه أن تصيبهم فتنة، والفتنة هي أشد العذاب والعياذ بالله، أو يصيبهم عذاب أليم وهو ما يقع بهم من الحوادث والكوارث في أموالهم وفي أنفسهم وفي أقاربهم بالحروب أو بالنوازل السماوية، لكن هذه عقوبة أخف من عقوبة القلب والعياذ بالله. ولذلك بدأ الله بعقوبة القلب فقال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم من العقوبات العاجلة. نعم. الخامسة أن من أكثر شواربهم الاغترار من أسباب ويحتجون به على أحد الشيء. هذه مشكلة من قواعد الجاهلية أنهم يحتجون بالأكثر، فإذا كان هناك اختلاف بين الناس رأي عليه الأكثر ورأي عليه الأقل فإنهم يعتبرون الذي عليه الأكثر هو الصحيح، لا لشيء إلا لأن عليه الأكثر، ويرفضون ما عليه الأقل ولو كان الأقل هو الموفق للدليل وهو الذي على الدليل. هذه عادة الجاهلين. أما إذا لم يتبين الأمر مسألة اجتهادية ولم يتبين الأمر محتمل قول الأقل ومحتمل قول الأكثر، لا شك أن الأكثر يرجح به، لكن إذا تبين الأمر وأن الدليل مع الأقل وأن الأكثر ليس معهم دليل فمجرد كثرتهم لا يبيح اتباعهم، ومن اتبعهم مع وضوح الدليل على خلافه فإن هذا من أمر الجاهلية. والدليل على أن الأكثر ليس حجة آيات كثيرة، منها قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس، قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وفي قوله سبحانه وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين،
فالعبرة ليست بالأكثر والأقل، العبرة بالدليل، فمن معه الدليل والحق ولو كان واحدا فإنه يؤخذ بقوله، ولو خالفه مئات الآلاف من الناس بل من العلماء. العبرة ليست بالأكثرية وإنما العبرة بموافقة الحق ولو كان من عليه واحد أو أكثر. أما من ترك الحق لقلة أتباعه وأخذ بالباطل لكثرة أتباعه فهذا على دين الجاهلين. الآن نقرأ لهم ونسمع كلامهم يقولون يعني ما احنا مهتدون إلا أنتم، أكثر الناس وأكثر الدول الإسلامية اللي فيها الأضرحة وفيها القبور وفيها وشاكين عنها هؤلاء كلهم ضالون وأنتم الذين على الحق. هذه مسألة الجاهلية. نقول لهم تعالوا إحنا ما علينا من الأكثر ولا أقل، علينا من الدليل. هل الدليل معنا ولا معهم؟ يقولون لا إحنا ما علينا، إحنا نتبع الأكثر. إنسان هل أكثر هل فين خلونا نهلك معه. قالوا هذا، نعم قالوا هذا. هذه أمور الجاهلية والعياذ بالله. فالواجب أن لا نجهد بالحق لقلة من أخذ به، ولا نرغب في الباطل لكثرة من أخذ به. الضابط ليس هو القلة والكثرة، إنما الضابط في من يشهد له الدليل. وقلت لكم هذا إذا وضح الحق، أما إذا كان الأمر محتملا ولم يتضح الحق مع الفريقين والمسألة اجتهادية لها حظ من النظر فلا شك أن أكثرية العلماء احتجوا أو يرجحوا بهم، لكن ما يلزم منهم على الحق، يرجح بهم ترجيح فقط ولا يلزم منهم هم على الحق، لكن يرجح بكثرتهم يطالع. ولهذا يقول الفقهاء هذا عليه أكثر أهل العلم، هذا عليه الجمهور، هذا حينما يخفى الدليل ولا يتضح مع أي، فيقال الجمهور ويقال عليه الأكثر أو أكثر العلماء ما دام الأمر لم يتضح جليا وإنما هو محل اجتهاد. نعم. من أكثر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. يحتجون على بطلان الشيء بغربته، يقول هذا قول غريب، أو بعضهم يقالوا يقول هذا دين جديد مع أنه هو الحق وهو الذي عليه الدليل، يقول هذا دين جديد ولا هذا قول غريب. هذا من كلام أهل الجاهلية، هذا كلام أهل الجاهلية. الواجب قبول الحق ولو كان غريبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء طوبى لهم. فالغرابة أو الغربة ما دام الغريب على الحق فإنه هو الذي يقبل، يجب قبوله وإن كان عليه أقل الناس. نحن رائدنا الحق، نريد الحق، هذا المطلوب. فإذا اتضح الحق فلا علينا من القلة والكثرة. نعم. فتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بضد ذلك، وهو أن الواجب قبول الحق ولو كان من عليه قلة، لأن الكثرة في الغالب يكونها الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا،
إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى آخر الآيات من هذا القبيل. نعم. الثالثة الاحتجاج بالمقتتلين كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله ما تبهنا من هذا في آبائنا الأولين. هذه تشبه المسألة الرابعة، لكن هذه اتباع واقتداء، وهذه احتجاج. هذه احتجاج، فإذا دعوا إلى التوحيد قالوا لكن اللي عليه أسلافنا هو هذا الشيء، فهم يحتجون في رد الباطل لأنه خلاف ما عليه السابقون. وإمامهم في هذا فرعون، لما جاءه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يتخلى فرعون عن قوله أنا ربكم الأعلى، وأن يفرج عن بني إسرائيل الذين اضطهدهم وأهانهم مع أنهم خير العالم في وقتهم وهم من ذرية الأنبياء، لما طالبوه بهذا ما كان له حجة إلا أن قال ما بال القرون الأولى، احتجاج بما كانت عليه الأمم السابقة قبله. يقول ما لماذا أشركوا ما دام أن الشرك ما هو جائز، لماذا القرون الأولى أشركوا؟ هذه حجته، يحتج بما عليه القرون الأولى. قال فما بال القرون الأولى التي هي على الكفر وعلى الشرك، فكيف تطالبونني بشيء عليه الأمم السابقة، تطالبونني بتركه؟ فما بال القرون الأولى. قال موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب، يعني هل تظن أن الله مهمل القرون الأولى وأنه تاركهم ولا بين لهم ولا دعاهم إلى الحق؟ هل تظن يا فرعون أن الله تركهم وإنما خصك أنت فقط بالدعوة إلى الحق؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهو اللوح المحفوظ، ما ترك الله من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. الشاهد من الآية الاحتجاج بما عليه السابقون، يعتبر هذا حجة يقابل به ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. كذلك قوم نوح لما دعاهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، إلا ما نقبل بشر مثلنا، لا لازم تنزل الملائكة من السماء، ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هل جابه نوح هذا ما سمعنا به في آبائنا الأولين، فهو مخالف لما عليه آباؤنا الأولين، احتجوا بما عليه آباؤهم. نوح يحتج عليهم بالوحي وهم يحتجون بما عليه آباؤهم، ما أشبه الليلة بالبارحة. أهل الضلال الآن يحتجون بما عليه الناس، إذا نهوا عن ما هم عليه من الباطل يلا عليه الناس، إقامة الموالد هذه عليها الناس، وقلبه فلان وقلبه علان وقلبه الكتاب الفلاني، ويعدد عليك مئات الكتب وأن تقول له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل فيها إحياء المولد؟ تقول له كذا، هل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إحياء المولد من قوله أو فعله أو تقريره
هل في سنة الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة إحياء المولد؟ يعرض عن هذا كله، يقول هذا في الكتاب الفلاني وقال به فلان وقال به فلان وعلان، هذه حجته، هذه حجته، هذه حجة قوم نوح، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهي حجة عاد لما دعاهم ثمود، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وكذلك قوم صالح لما دعاهم إلى الله وأمرهم بالتوحيد أيضا قابلوه بمثل ذلك، فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا كلام ثمود، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان عليه آباؤنا. وكذلك قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، هذا التوحيد اللي تدعو إليه ما سمعنا به في الملة الآخرة، يعني آخر الملل التي سبقت وهي النصرانية، هي آخر الملل بالنسبة للأديان السابقة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيها الدعوة إلى التوحيد، لأنها حرفت وبدلت وغيرت، ما هي شريعة عيسى عليه السلام، وإنما هي شريعة مغيرة ومحرفة ومبدلة، وليس فيها الدعوة إلى التوحيد، وإنما فيها التثليث وعبادة المسيح عليه السلام والكفر البواح. ما سمعنا بهذا الذي تقول يا محمد، ما سمعنا به في الملة الآخرة التي هي آخر الملل التي سبقتك. يحتجون بما كان عليه السابقون، هذا يجيهم بالوحي وهم يأتونه بما عليه الكفرة والمشركون، هذه قاعدة مضطربة جاهلية باقية في الناس إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، الاحتجاج بما عليه من سبق. ما يقول كان عندي حديث أو عندي آية، لأنه ما يملك هذا، ما عندي شيء، لا، يقول هذا الذي عليه الناس والذين سبقوا، هذه حجة تقابل بها نصوص الوحي؟ أيليق أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ نعم، هذا يقوله الناس اليوم المبتلون بالبدع والخرافات، يقولونها، ما عندهم حجة إلا أن هذا عليه ما فلان وفلان وعلان وعلان وبالكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، يعدد لك مئات الكتب، ولا يجيب لك أحاديث موضوعة مكذوبة ويصححها ويقول هذه أصح مما في البخاري، لأنها توافق هواه، يزينها أحاديث وهي ما يبحث عليه، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبحث في كتب الموضوعات والسواقط ويطلعها ويقول هذه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويألفها ويجعلها كتاب ويخرجها زعمه. المنارة في تخريج أحاديث الزيارة كتاب طبع الآن كله من هذا النوع، أحاديث مكذوبة، أحاديث ضعيفة واهية، طلعها وخلاها أصح مما في البخاري ومسلم في الزيارة الشركية، هي الزيارة المشروعة، الزيارة الشركية والاستنجاد بالرسول والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دين الجاهلية والعياذ بالله. نعم. تابعة الاستدلال بقوم مخطوطون في الأحلام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما مكناهم فيه. هذه المصيبة الآن،
الاستدلال بقوم أعطاهم الله عقولا وقوة في الأموال والأولاد والحكم، يقولون هؤلاء هم أهل الرقي والحضارة، فما يعملونه هو الصحيح، ما تعمله هذه الدول وهذه الأمم هذا هو الصحيح، لأنهم أهل حضارة وأهل قوة وأهل علوم ومخترعات، فلولا أنهم على حق ما صاروا هكذا. وأما المسلمون فلو كانوا على حق ما وصلوا إلى هذا الضعف، يقولون كذا الآن، يقولون لو كان الإسلام حقا وما عليه المسلمون هو الحق لما صار المسلمون إلى هذا المستوى الضعيف، ولو كان أولئك على باطل ما توصلوا إلى هذا الرقي وهذه المخترعات وهذه الحضارات. فيستدلون بالقوة ويستدلون بقوة الاختراع ويستدلون بالحضارة البراقة على أن هؤلاء على حق، ويستدلون بضعف المسلمين على أنهم على غير حق، تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالحجة ما هي بالمظاهر الدنيا، الحجة بالدليل. وكون المسلمين صاروا إلى مستوى ضعيف في هذه الأمور لا يدل أنهم على باطل، بل إن الله يزوي الدنيا عن عباده المؤمنين، زواها عن محمد صلى الله عليه وسلم، ربط الحجر على بطنه من الجوع وينام على الحصير حتى أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، ويقول لما بكى عمر من منظر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثير الحصير، قال وقال له كسرى وقيصر على فرش الديباج وأنت أرى ماذا أثر فيك، قال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب، وقد يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الطبيب مريضه من الطعام من أجل مصلحته، من أجل مصلحته، هذه ناحية. وأما إعطاؤه للكفار فليس دليلا على رضاه عنه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. استدراج من الله سبحانه وتعالى، استدرج الكفار ويعطيهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أعطى من قبلهم من الكفار قوة فما أغنت عنهم. عاد هي أكثر الأمم قوة في الأجسام وفي الأموال، أعطاهم الله الجنات والمياه والأنهار والقصور، لكن لما عثوا على أمر ربهم سلط الله عليهم ريحا أهلكتهم عن آخرهم. واذكر أخا عاد، هو هود عليه السلام، إذ أنذر قومه بالأحقاف ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله، يعني العذاب ما هو عندي والعقوبة ما هي عندي، أنا مجرد إني أنذركم وأبلغكم، أما العقوبة فهي عند الله سبحانه وتعالى. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم أو من تجهلون. فلما عاندوا أرسل الله عليهم الريح،
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم عارض الريح أقبل عليهم ظنوا أنه سحاب، لا يزالون سادرين في غيهم وضلالهم، ما يتوقعون عقوبة ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى. أقبل عليهم العذاب وهم يقولون هذا سحاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ما عندهم تفكير في العذاب، بل هو ما استعجلتم به. أما كنت تقولون الهود عليه السلام ائتنا بما تعدنا، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وفي الآية الأخرى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي آية أخرى تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزعهم في الجو الجماعات من الناس، تنزعهم في الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم، تلقيهم على الأرض فيصبحون كالنخيل المقطوعة كأعجاز نخل خاوي. وين قوتهم؟ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. راحوا عن آخره، أمة جبارة قاهرة راحوا عن آخره، لا يرى إلا مساكنه. كذلك نجزي القوم الظالمين. قال الله تعالى ولقد مكناهم، نفعهم التمكين هذا؟ ما نفعهم. ولقد مكناهم، أعطاهم الله قوة ومكنهم في الأرض وأعطاهم أموال وأولاد وزروع وبساتين وعيون وأنهار، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذه بلدهم إرم ما مثلها في، يقول الله جل وعلا لم يخلق مثلها في البلاد. وين راحت؟ لا يرى إلا مساكنه. كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم، ما نفعهم التمثيل، ولقد مكناهم فيما إن نافية هذه، إن مكناكم فيه يا معشر قريش، يعني في شيء ما مكناكم فيه، أنتم أضعف منهم، فإذا قدرنا على من هو أقوى منكم فلأن نقدر عليكم من باب أولى. ولقد مكناهم فيما أي فيما لم نمكنكم فيه، بل هم يزيدون عليكم في القوة حتى في الأجسام، أعطاهم الله أجساما كبيرة قوية وزادكم بسطة في الخلق. في ماء مكناكم فيه، نعم، ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. السبب في ماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يكسبون، فدل على أن الحضارة والثروة والصناعات والمخترعات والقوات ما داموا على الكفر لا تغني عنهم شيئا، وأنهم في قبضة الله وأن الله قادر على أن يدمرهم عن آخره. ما في أقوى في وقتنا من الاتحاد السوفيتي كما تعلمون، إلى عهد قريب يهدد العالم، وبين عشية وضحاها ذاب كما يذوب الملح في الماء، أذابه الله سبحانه وتعالى وأصبح ذليلا يستجدي الآن من الدول. قبله ألمانيا، هتلر كان يهدد العالم، بل إنه شرع في تدمير العالم ويريد الاستيلاء على الأرض كلها، أهلكه الله سبحانه وتعالى وأصبحت بلاده مستعمرة للدولتين، الدول الغربية الحلفاء والروس، صارت مقسمة بلاد ألمانيا التي كانت في يوم من الأيام تهدد العالم. ما نفعهم قوتهم ولا قدرتهم ولا، أليس وجود القوة بيد الناس دليل على أنهم على حق؟ بل هذا استدراج من الله، وليس الفقر دليل على أن الفقراء ليسوا على حق، هذا في مصلحتهم، في مصلحة المؤمنين.
ويقول الله جل وعلا في الآية الأخرى وما أموالكم ولا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. استدلوا أنهم لا يعذبون لأنهم أكثر الناس أموال وأولاد. قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هذا هو الذي تقرب إلى الله زلفى. أما أصحاب الأموال وأصحاب إذا كانوا على الباطل فإنهم من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وهم أهون الناس على الله. نعم. نعم. العلماء على قسمين، علماء عندهم تمكن من الاجتهاد المطلق مثل الإمام أحمد والأئمة الأربعة شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من الأئمة الذين عندهم تمكن من الاجتهاد المطلق استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهؤلاء لا يجوز لهم التقليد، بل عليهم أن يجتهدوا حتى يتوصلوا إلى ما يترجح لديهم، لأن التقليد إنما يجوز للجاهل. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النوع الثاني من العلماء من لم يبلغوا هذه المرتبة، عندهم علم لكن لم يصل إلى علم الأئمة الكبار الراسخين في العلم، لكن عندهم قواعد علمية يستطيعون معرفة الراجح من المرجوح من أقوال العلماء. هؤلاء لا يجتهدون استنباط أحكام لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة، لكن عليهم إنهم يجتهدون في أقوال العلماء فيأخذون منها ما يظهر لهم دليله. هذا اجتهاد في أقوال العلماء، ما هو اجتهاد في استنباط الأحكام. فلا يجوز لهؤلاء أنهم يأخذون قول العالم بدون نظر في دليله و رجحانه على غيره، بل لا بد أن يأخذوا أقوال العلماء فيوازنون بينها فيأخذون منها ما ترجح لديهم بالدليل. هذا ما هو باجتهاد مطلق وإنما هو اجتهاد مذهبي في مذاهب العلماء. والصنف الثالث المبتدئون في طلب العلم والعوام، هؤلاء ما يجوز لهم لا الاجتهاد المطلق ولا الاجتهاد في أقوال العلماء لأنهم ما وصلوا إلى هذه المرتبة، فعليهم سؤال أهل العلم والأخذ بقول أهل العلم لأن لا يضيعوا. نعم. الحمد لله. هل الرسول احتفل يوم الاثنين؟ رسول صام، نقول لهم نعم صوموا ما فهم ما يجزاكم خير، صيام سنة، صوموا يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا الذي فعله الرسول. لكن الرسول لم يفعل احتفال في يوم الاثنين ولا في يوم الخميس، فمن فعله فقد ابتدع في هذا اليوم. نعم. أو في يوم الذي يسمونه يوم المولد، الرسول ما فعل الاحتفال، هذه زيادة من عندكم. نعم. فهم جاءوا بدليل عليهم، هم جاءوا بدليل عليهم لا لهم. نعم. هذه ليست من هدي الإسلام، ليست من هدي الإسلام في الحكم. هدي الإسلام بالحكم أن أهل الحل والعقد يختارون إماما لهم كما اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه،
أو إن الإمام الذي نصب يختار من بعده ولي عهد يكون من بعده كما اختار أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه، أو الإمام يعهد إلى ناس معينين من أهل الشورى من أهل الرأي والعلم أن ويكون العدد قليل لكن نخبة فيختارون الإمام، فإذا اختاروه وجبت على الأمة طاعته كما عهد عمر إلى الستة من أهل الشورى الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، فاختاروا عثمان رضي الله عنه فلزم الناس طاعته. هذا هو هدي الإسلام. فيه نوع رابع وهو أن الإمام إذا تغلب على الناس بسيفه وقوته وخضعوا له وجبت طاعته أيضا وتنعقد إمامته بذلك جمعا للكلمة، كما اجتمع المسلمون على عبد الملك بن مروان الذي أخذ السلطة بالسيف، وكان هذا في عهد التابعين وكبار الأئمة خضعوا له وانقادوا له جمعا للكلمة وإنهاء لشفك الدماء ودرءا للفتنة، تصح إمامته بذلك ما دام أنه مسلم وتغلب بسيفه فإنه تجب طاعته. هذه أمور انعقاد الولاية في الإسلام. أما هذه المذاهب الديمقراطية كما يسمونها هذه مذاهب كفرية ما لها أصل في الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، هل الذي يكون عنده كثرة هذا ينظر في حاله، إن كان على طاعة وعلى خير هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، الله أعطى عباده المؤمنين زيادة من النعم عونا لهم على الطاعة، أعطى داود الملك عليه السلام وأعطى سليمان الملك وأعطاه من الإمكانيات ما لم يعطه لغيره، أعطاه الطيران في الهواء على الريح التي تحمله، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تقطع في الصباح مسافة شهر تقطع في المساء مسافة شهر إلى حيث يريد عليه الصلاة والسلام، سخرنا له الريح رخاء حيث أصاب. فالله يعطي الدنيا بعض أوليائه لحكمة لإعانته على الجهاد في سبيل الله وعلى طاعة الله وعلى نفع المسلمين، فإذا كان العطاء مع طاعة فهو خير ورضا من الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان العطاء مع معصية ومع مخالفة فهو استدراج، أو مع كفر فهو استدراج من الله سبحانه وتعالى وليس نعمة من الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأهل الشعر الزائد من الجزية خاصة إذا كانت تسويقا وغير متساوية أن يعتبر موجودات من تقليد الكفار؟ اللحية ليس فيها شعر زايد، اللحية كلها لحية ولا يجوز أخذ شيء منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها يعني تركها على ما هي عليه، وأمر بإرسالها وإرخائها وإكرامها، فلا يجوز أخذ شيء منها لأنها لحية، فإذا أخذت شيء منها أخذت من اللحية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ منها، هذا أمر لا يجوز، هذا من تلاعب الشيطان. وإذا تدرب الإنسان على قص اللحية تدرب على حلقها شيء فشيء، الأول يقصه شيء يسير ثم يقص نصفه ثم يقصه إلى الجذع، ثم بعد ذلك يقول الله الجذوع هذه ابن شتم هم يحل حلق، فخطوات الشيطان مع ابن آدم فلا يجوز. اللحية ولله الحمد جمال للرجال وليست ثقيلة ولا فيها كلفة وإنما هي جمال، لكن الظاهر أن هؤلاء ليسوا رجالا، صورهم صور رجال لكنهم ليسوا رجالا، فلذلك شالوا اللحية لأنهم ليسوا رجالا ولا تصلح اللحية عليهم. نعم. قيل للشيخ رحمه الله قلنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نعم حلق بعض الرأس وترك بعض سواء من القفا أو من الأمام، هذا هو القفع المحرم
وهو فعل شمامسة النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله أو اتركه كله. الرأس إما أن يحلق جميعا وإما أن يترك جميعا، أما أن يحلق بعضه ويترك بعضه فهذا لا يجوز. نعم. فإذا الشيخ الله نعم، إذا تبين لك أن المسجد مقام على قبر فإنك تعيد الصلاة لأنها صلاة غير صحيحة. نعم. ما احتفلوا بأسبوع سموه أسبوع الشيخ بن عبد الوهاب، وإنما عقدوا ندوة يذكرون فيها كيفية دعوة الشيخ والأصول التي بنى عليها دعوته وكيف نجحت دعوته، لأجل تذكير الناس بها وبيان الرد على من يتهم الشيخ أو يرد على دعوة الشيخ، فهم أرادوا بيان حقيقتها للناس، هذا هو المقصود، ما هو باحتفال وإنما هو بيان وإظهار لدعوة الشيخ وكيف قامت وما هي الأصول التي قامت عليها وما أهدافها وما ثمراتها التي ترتبت عليها، هذا من أجل البيان للناس ليس هو احتفال. الاحتفال ما يتكرر، هل تكررت كل سنة؟ احتفال والعيد هو ما يتكرر كل سنة أو كل يوم أو كل أسبوع، هذا ما تكرر حتى يسمى عيد أو يسمى احتفال، وإنما هو بيان للناس. طبعوا مؤلفات ووزعوها وكتبت محاضرات وبحوث عن دعوة الشيخ وقرأت على الناس وزينت، هذا من أجل البيان. نعم. وإذا الشيخ وفقه الله انتشر في هذا الأمر أساسية بعض الشباب حول بعض الأشكال التي يسعى عليه والمسائل والفرش، فكلما رأوا من القارب ما لا قريب فأصبح لديهم حساسية ضد القريب ومسكوا فيه فيزيدون الشك بطريقتهم حتى يجعلونه مريضا. السؤال: ما هو القريب المحرم شرعا؟ وهل كل عن زيد متقاطعين في عهد قريبا؟ وهل تكون دينا لمن جعل هذا الشك الذي تعتبره الحكم الناس الزاهد فيها؟ وأخيرا أرجوكم أن يتفقوا لكم من هؤلاء وخصوصا في هذا الأمر الذي أنت به البلوى ويأخذ كتابيه إلا من شقة شديدة ومتابعة دقيقة. ما صح أنه صليب لا يجوز بقاؤه بل يجب نقضه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، فإذا صح أنه صليب لمعرفة أهل الخبرة فإنه يجب نقضه، سواء كان في مسجد أو في أو على فراش أو على جدار أو في أي مكان، صليب لا يجوز بقاؤه يجب نقضه. لكن ما كل شيء صليب، ما كل نقش أو تشكيل يكون صليبا، لا بد يعرض على أهل الخبرة والمعرفة هل هذا الشيء صليب أو غير صليب. إذا كان إنه صليب يجب إزالته، يعني شعار النصارى والصليب زعموا أنه على صورة المسيح وهو مصلوب بعد قتله بزعمهم، وهذا كله باطل. المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، بنص القرآن قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم. هذا وهم، وهذا من غباوتهم، كان المفروض انهم يكسرون الصليب لانه اهانه للنصارى، اما انهم يعظمونه هذا يفرح اليهود به. هذا يقول الامام ابن القيم هذا من غباوه النصارى، كان الواجب عليهم انهم كل صليب على وجه الارض يحطمونه، لان هذا يفرح اليهود عليهم يقولون انتصرنا عليهم وقتلنا نبيهم وصلبناه، فهم يحيون هذه الذكرى في كل مكان. هذا مما يؤيد دعوى اليهود انهم قتلوه، والواجب عليهم العكس وهو تدميره وكسره لانه عار عليهم ونصر لليهود عليهم، لكن هم اغبياء وضلال.
الحاصل أنه إذا ثبت أن هذا الشيء صليب وجب على منكر يتجب إزالته من أي مكان. أما مجرد الأوهام أو إنسان ما يعرف الصليب وكل شيء يقول هذا الصليب، هذا ما يؤخذ بقوله. نعم يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: السابعة يعني من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بأقوام لهم علوم ولهم عقول دون أن ينظروا إلى أعمالهم. فالعبرة ليست بمجرد العلم أو مجرد العقل، وإن كانت هذه أمور مهمة، لكن ينظر إلى العمل، ينظر إلى العمل. فإن كان هناك علم وعمل فهذا هو القدوة، أما إن كان هناك علم بلا عمل فهذا ليس قدوة. كذلك إذا كان هناك عمل واجتهاد بدون علم فهذا أيضا ليس قدوة، فلا بد من مجموع الأمرين. ثم أيضا من مسائلهم أنهم يقتدون بأهل القوة، أهل القوة والأموال والثروة، ويظنون أن هذا يدل أنهم على حق، وأن الله إنما أعطاهم ذلك لأنهم على حق دون أن ينظروا إلى أعمالهم. إذن فالعبرة ليست بالقوة بدون نظر إلى العمل، وليست بالعلم بدون نظر إلى العمل، وليست في العمل بدون نظر إلى العلم. قال الله سبحانه وتعالى في قوم عاد: الله جل وعلا أعطاهم قوة فاقوا بها على عالم زمانهم، قوة في أبدانهم وقوة في أموالهم. فإن قوم عاد أعطاهم الله بسطة في أجسامهم، كما قال تعالى على لسان هود عليه السلام لما ذكرهم وقال: وزادكم انكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. أعطاهم الله قوة في أجسامهم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ذكرهم بأن يستعملوا هذه القوة في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعه، وأن لا يغتروا بها. ولذلك في الآية الأخرى أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، غرتهم قوتهم فصارت سببا لهلاكهم. فكذلك ما عليه الدول الكافرة الآن من القوة الصناعية والقوة السياسية والقوة المالية لا يغتر بهذا، ما داموا على الكفر لا يغتر بهذا، فإن هذا استدراج له، فقد حصل هذا لأمم قبلهم فلم يغني ذلك عنهم شيئا. قوم عاد لما اغتروا بقوتهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح، الريح العقيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف اسم بلدهم الذي هم فيه، يقال إنهم في جنوب شرق الجزيرة من ما يلي حضرموت والربع الخالي، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، يعني مضت الرسل بين يديه ومن خلفه، ما جاء هو وحده حتى يقول أنت تكون من بيننا رسولا، هو مسبوق برسل من قبله. هذه سنة الله عز وجل أنه يرسل الرسل من البشر إلى البشر. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عما وجدنا، أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. يتحدونه أن يأتيهم بالعذاب، فقال فأجابهم قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، يعني أنا ليس عندي عذاب ولا يدي قدرة، أنا مجرد رسول ومبلغ، أما العذاب فهو عند الله جل وعلا الذي أرسلني. فأنتم تتحدون الله عز وجل ولا تتحدونني، وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم أو من تجهلون. فعند ذلك أرسل الله عليهم العذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديه وكانوا قد منع منهم المطر، احتاجوا إلى المطر ففرحوا، أما رأوا العارض مستقبل لأوديتهم ظنوه سحابا، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني لا يزالون في غيهم لا يخافون من العذاب، ما توقعون هذا العذاب، وهذا من شدة غرورهم وغفلتهم، ما توقعوا أن هذا عذاب، بل هو ما استعجلتم به، أنتم تقولون ائتنا بما تعدنا وتتحدون نبيكم إن كنت من الصادقين، هذا ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. حتى ما أرسل عليهم جنود أو ملائكة أقوى منهم، أرسل عليهم الريح الرقيقة التي كانت في العادة مصدر حياة صارت مصدر عذاب، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه، كل شيء يعني أمرت بتدميره، فليست كل شيء على عمومها، وإنما تدمر كل شيء يعني أمرت بتدميره. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، نزعتهم الريح إلى الجو ثم نفستهم على رؤوسهم فصاروا كأعجاز نخل منقعر، كأعجاز نخل خاوية، هذا يدل على طول أجسامهم حين شبههم الله بالنخل وقوتها.
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أما هم فإنهم هلكوا عن آخرين، ما نفعتهم قوتهم ولا غرورهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. قال الله تعالى لكفار قريش الذين كذبوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما كذب قوم عاد نبيهم هودا عليه السلام: ولقد مكناهم، يعني أعطيناهم قوة، مكناهم، تمكين يعني أن الله أعطاهم قوة مكنتهم من الأرض فيما ما موصولة، أي في الذي، إن هذه نافية، إن مكناكم، يعني ما مكناكم فيه، مكناهم في شيء لم نمكنكم فيه، أنتم أضعف منهم، فكيف تتحدون نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيما إن مكناكم فيه، أي في الذي ما مكناكم فيه، فأنتم أضعف منهم، فأنتم أولى بالهلاك. إذا قدرنا على إهلاك الأقوى فلا أن نقدر على إهلاككم وأنتم أضعف، من باب أولى. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أعطاهم الله إمكانيات يعرفون بها الحق لو أرادوا، سمع يسمعون وأبصارا يبصرون بها آيات الله عز وجل، وأفئدة قلوب يفقهون بها لو أرادوا، لكنهم لم يريدوا أن يستعملوا هذه الحواس فيما ينفعهم، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهذا تحذير لمن جاء بعدهم، خصوصا كفار قريش والعرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير مستمر إلى أن تقوم الساعة، كل من خالف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة وجميع الأمم جميع الدول، هذا تهديد لهم، لأن الله قادر على أن يهلكهم كما أهلك قوم عاد. هذا معنى قوله تعالى ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه. وقال في اليهود: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اليهود الذين كانوا في المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم وبين العرب قتال، كان بينهم وبين أهل المدينة من العرب من الأوس والخزرج قتال، فكان اليهود يتوعدون الأنصار، الأوس والخزرج يسموا أنصارا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة، لكن في الأول يقال لهم الأوس والخزرج. كانت اليهود يعلمون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمون ما يأتي به من الحق، فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج ويقولون: لئن بعث النبي الذي نجده في كتابنا لنتبعنه ولنقاتلنكم معه. يستفتحون على الذين كفروا، يعني يتوعدون الأوس والخزرج في أنه سيبعث نبي وسنكون من أتباعه ثم نقاتلكم معه. فلما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة كان يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله، خصوصا في موسم الحج في منى،
يدعوهم إلى الله، فجاء يدعو إلى الله فصادف جماعة من الأوس والخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فدخل في قلوبهم وقالوا إن هذا للذي تتهددكم به يهود فلا يكون أسبق إليه منكم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعات الثلاث، وكان من ثمرات هذه البيعات أن هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا أنصاره وأتباعه وأولياءه رضي الله تعالى عنه. أما اليهود فإنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كانوا في الجاهلية يتهددون به الأوس والخزرج، فدلت الآية الكريمة على أنه لا يغتر بالعلم بدون عمل، فهؤلاء اليهود كانوا أهل علم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، حتى قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، حتى قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهو من أحبار اليهود من الله عليه بالإسلام قال والله إننا لا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف أبناءنا، لأن أبناءنا نعتمد على خبر أمهاتهم أنهم منا، ولكن هذا الرسول نعتمد فيه على الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى أنه رسول الله، فنحن نعرف رسالته وأنها صدق أكثر مما نعرف أبناءنا. وهنا يقول جل وعلا فلما جاءهم ما عرفوا، الذي عرفوا من شأن هذا الرسول وبعثته لما تحقق هذا كفروا به، مع أنهم كانوا معترفين به في الأول ويتوعدون به الأنصار، فدل على أن مجرد العلم لا يكفي، ولا يحتج بالعالم الذي لا يعمل بعلم، لا يحتج بالعالم الذي لا يعمل بعلم. فهؤلاء اليهود كانوا علماء خصوصا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خالفوا وكفروا عن علم وعن عناد وحسد، إذن لا يغتر بالعلم الذي ليس معه حمل، بل قد يكون العلم وبالا على صاحبه إذا لم يكن معه عمل صالح ومعه اتباع واقتداء. نعم. فلا يحتج إذن بالقوة، لأن قوم عاد ما نفعتهم قوتهم، ولا يحتج بالعلم بدون عمل لأن اليهود لم ينفعهم علمهم. هذا غرض الشيخ رحمه الله من إيراد هاتين الآيتين على هذه المسألة. نعم. الاستدلال على فعل الشيء بأنه لم يستطيعه إلى المعافاة كقوله تعالى أنهم لك الصراع المغزلون وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ورده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. الثامنة رد الحق بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، هذه بلية وهي داء الأمم السابقة، فالحق لا يزهد به، لا يزهد به لأنه لم يتبعه إلا الضعف، الحق يقبل ولا ينظر إلى أنه لم يتبعه إلا الضعف، بدليل أن قوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء. وفي الآية الأخرى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بادي الرأي يعني ليس عندهم آراء،
ناس ما يفكرون، عندهم سطحية في التفكير، فهم اتبعوك لأن ما عندهم تفكير، آراءهم سطحية ما فكروا، وهم ضعفاء أيضا. فنحن لا نتشبه بالضعفاء ونخالط الضعفاء ونكون أتباعا لك. حتى إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء من مجلسه حتى يسمعوا كلامه، حملهم الكبر على أن يطلبوا من الرسول أن لا يحضر صهيب وعمار وبلال وضعفاء المسلمين مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء، من الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألفهم حرصا على هدايتهم، فأراد أن أو فكر أن يمنع الضعفاء وقت مجيء هؤلاء وأن يخلوا المجلس لهم، فعاتبه الله عز وجل وقال سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني اختبرنا بعضهم ببعض، جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا من باب الابتلاء والامتحان، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، عن اختبار، أتصبرون؟ الله يبتلي العباد بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يستبعدون أن هؤلاء يهديهم الله ويمن عليهم من بين الناس، لأنهم ضعفاء وفقراء، لماذا يخصهم الله بالهداية والمنة؟ هذا دليل على أن أن أنهم ليسوا صادقين في إيمانهم بزعم هؤلاء. هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله تعالى: أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله جل وعلا أعلم بالذي يقبل الحق من الذي لا يقبله، ويعلم الشاكر من الكافر، فهو يضع الأمور في مواضعها. فحرم هؤلاء من الهداية لأنهم لا يشكرون الله عز وجل، وأعطاها لهؤلاء ومن بها عليهم لأنهم يشكرون الله جل وعلا، فهو أعلم سبحانه وتعالى. وهذا من حكمته، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فهو جل وعلا لا يضع الهداية إلا في من يستحقها، ولا يضع الضلال إلا في من يستحق عقوبة له. فليس النظر إلى حالة الشخص غنيا كان أو فقيرا، وإنما النظر إلى قبوله للحق أو عدم قبوله للحق. فالذي يقبل الحق هذا لا يضره إذا كان فقيرا، والذي يرد الحق هذا لا ينفعه إن كان قويا وغنيا وشريفا، لا ينفعه ذلك. هذا قاله قوم نوح لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ هذا جواب نوح عليه الصلاة والسلام. فهذه من سنة الجاهلية، أن الحق، أن هذا من سنة الجاهلية، أنهم يردون الحق
بسبب أن أتباعه من الفقراء دون نظر إلى الحق نفسه فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. الله ذكر عن قوم نوح ما صدر منهم في حق أتباع نوح، وذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر عن أمة عن كفار قريش وأهل الجاهلية ما صدر منهم في حق أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الله، ملوك الأرض كتب إليهم يدعوهم إلى الله وأن يتبعوه، لأنه رسول الله إليهم جميعا. أما كسرى فإنه مزق الكتاب وتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه، وأما هرقل ملك الروم فكان رجلا عاقلا، فلما جاءه الكتاب وقرأه سأل هل في الشام أحد من قوم هذا الرجل؟ قالوا نعم، لأن أهل مكة كانوا يذهبون إلى الشام للتجارة، فكان تجار قريش في الشام بزعامة أبي سفيان بن الحارث، فدعاهم هرقل وأدخلهم في مجلسه بحضرة علماء النصارى وبطارقتهم وأكابرهم، فأجلسهم بين يديه ثم أمر بالكتاب فقرأ، فصار يسألهم عن هذا الكتاب فقرة فقرة وكلمة كلمة، ولم يقدروا على أن يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعنفون من الكذب وهم كفار. وكان يسأل أبا سفيان لأنه هو الرئيس، فلم يقدر أن يكذب كذبة واحدة في ما جاء في هذا الكتاب. ومنه أنه سألهم قال هل يتبع من الذي يتبعه؟ قال هل يتبعه الضعفاء أو الأقوياء؟ قالوا بل يتبعه الضعفاء. قال كذلك الرسل، إنما يتبعهم الضعفاء. يعني كان من جملة هذه الأسئلة هذا السؤال الذي هو يناسب موضوعنا، هل يتبعه الأقوياء أو يتبعه الضعفاء؟ قالوا بل يتبعه الضعفاء. قال كذلك الأنبياء، إنما يتبعهم ضعفاء قومهم. فالحاصل أن هذه عادة أهل الجاهلية، أنهم يردون الحق نظرا لأن الذي عليه الناس ضعفاء أو فقراء، وهم أهل كبر وأهل خيلاء، ولا يريدون أن يختلطوا بالضعفاء والفقراء، يردون الحق من أجل الكبر والعياذ بالله. وهذه آفة الكبر، أنه يحمل صاحبه على رد الحق وهو يعلم أنه حق، لكن يتركه أنفة وكبرا وتعاظما في نفسه، فهذا من عادات الجاهلية. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحزاب والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبقوله لا تغلوا بأيديكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. التاسعة من مسائل الجاهلية الاقتداء بفسقة العلماء، بفسقة العلماء وبضلال العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد،
فكانت اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم الذين لا يعملون بعلمهم يصدون عن سبيل الله يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله هذا يتنافى مع العلم يتنافى مع وظيفة الأحبار الأحبار وظيفتهم اتباع ما علموا من الحق والدعوة إليه والعمل به واحترام أموال الناس والترفع عنها إلا بحق أما إذا استغلوا علمهم لأكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يفتون الناس بالضلال وخلاف الحق ويتلمسون لهم الرخص والمخارج من أحكام الله عز وجل هذا شأن فسقة العلماء أنهم هم لا يعملون بعلمهم في خاصة في أنفسهم وأيضا يصدون الناس عن العمل به يتلمسون لهم الرخص والمخارج ويحرفون كلام الله بأنواع التحريف والذي لا يستطيعون تحريفه يؤولونه بغير معناه ويفسرونه بغير تفسير من أجل الوصول إلى أغراضهم ومطامعهم هذه صفة أحبار اليهود إلا من رحم الله عز وجل ولهذا قال إن كثيرا ولم يقل إن الأحبار قال إن كثيرا لأن فيها أحبار على هدى وعلى خير ولكن الكثير منهم على ضلال وهذا يفيدنا أنه لا يجوز التعميم وإصدار الحكم على الناس بالعموم هذا لا يجوز لأن الله قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان والرهبان هم العباد الذين يعبدون الله على جهل فيأتي أناس ويقتدون بهم وهم على جهل لا يجوز تقليد الجاهل ولو كان من العباد والزهاد لا يجوز الاقتداء به إذا كان يعمل بغير دليل وبغير علم وإن كان من أعبد الناس وأزهد الناس لا يجوز الاقتداء إلا بمن هو على دليل وعلى هدى فأكثر علمائهم فساق وأكثر عبادهم جهال وكلا الطائفتين لا يجوز الاقتداء بهم لا بفساق العلماء ولا بظلال العباد وإنما يقتدى بمن كان على الحق الذي يعمل بعلمه والذي يعمل على هدى من الله سبحانه وتعالى هذا هو القدوه فهذا من عادات أهل الجاهلية الاقتداء بالعلماء الفساق والعباد الجهال فيجب الحذر من هاتين الخصلتين وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو والغلو هو الزيادة وتجاوز الحد سواء كان غلوا في الأشخاص حتى يرفعوا فوق منزلتهم فلا يجوز الغلو في الأشخاص لا الأنبياء ولا من دونهم بل ينزل كل منزلته فالنبي ينزل منزلة الأنبياء والعلماء ينزلون منزلة العلماء والأتباع وكلهم عبيد لله سبحانه وتعالى ليس لهم حق في الربوبية فاليهود والنصارى غلوا في
أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. الغلو من سمة أهل الكتاب، الغلو في الأشخاص من سمة أهل الكتاب، حتى رفعوا المخلوقين إلى مرتبة الخالق، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا هو الغلو والعياذ بالله، رفع الإنسان من البشر إلى مرتبة الربوبية والألوهية، هذا هو أقبح الغلو. وما وقع عباد القبور اليوم في الشرك وعبادة الأموات إلا بسبب الغلو في الصالحين. وما ظل وهلك وكفر قوم نوح إلا بسبب الغلو في الصالحين. فالغلو آفة خطيرة، يجب الحذر من الغلو، كما أنه يجب الحذر من التساهل بأمر الله سبحانه وتعالى. الواجب الاعتدال، الاعتدال في كل شيء بين طرفي الإفراط والتفريط والغلو والتساهل. فدين الله جل وعلا بين الغالي والجاهل، دين وسط. فهذا من مسائل الجاهلية، الغلو في الأشخاص والاقتداء بفساق العلماء والاقتداء بغلال العباد، كل هذا من مسائل الجاهلية. فالواجب على المسلمين الاعتدال في هذا الأمر، وألا يتخذوا العلماء أربابا من دون الله، يحللون ويحرمون من عند أنفسهم وحسب رغبات الناس وأهواء الناس. اليوم فيه أناس ينتسبون إلى العلم